أوديو لابي، شارك المعرفة. بعض الناس ينضحون بهذه الطاقة التي تجعل الناس يبتسمون، إنها طاقة معدية تغير مزاج كل من حولهم. فيما يلي 11 طريقة لتنضح بالطاقة الإيجابية ليقع في حبك كل من تقابله. أولاً، حافظ على وضع جسد مفتوح وتعلم لغة الجسد الإيجابية. إذا كنت من الذين يضعون اليد في الجيب الأمامي، فحاول التبديل إلى وضع اليد في الجيوب الخلفية، وذلك لفتح نفسك أكثر. الابتسام دائماً ما يكون أنيقاً عندما يتعلق الأمر بإعطاء المشاعر الإيجابية. ابذل قصارى جهدك للوقوف بشكل مستقيم وتجنب التراخي. ثانياً، قل بعض التوكيدات كل صباح. إن ممارسة التوكيدات الإيجابية هي ممارسة عمرها آلاف السنين، ويتم تدريسها بنشاط في الجيوش اليوم كوسيلة لتوفير درع عقلي للتعامل مع اضطراب ما بعد الصدمة. في الأساس، التوكيد هو مجرد حديث إيجابي عن النفس، ولكن من خلال تكرار العبارات الإيجابية مراراً وتكراراً كل يوم، فإن الأمل هو حفر بعض تلك الإيجابية في عقلك الباطن واللاواعي. وفي صندوق الوصف ستجد بعضاً من إنتاجات أوديولابي للتوكيدات الصوتية. ثالثاً، انتبه للأفكار الإيجابية. إن نسبة الأفكار الإيجابية إلى السلبية في عقلك هي عامل رئيسي في سعادتك العامة، كما أن عقلك يقوم باستمرار بفرز النغمة العاطفية لأفكارك. إذا كان لديك الكثير من الأفكار السلبية، فإن عقلك يستجيب عن طريق خلق التوتر ومشاعر الحزن في جسدك. عندما يكون لديك المزيد من الأفكار الإيجابية، فإن عقلك سيخلق ضغطاً أقل ويطلق المزيد من الإندورفين. رابعاً، قم بتقديم المجاملات. من منا لا يحب المجاملات طالما أنها صادقة؟ من بين كل الأشياء الموجودة في هذه القائمة لتعزيز مزاجك، ربما يكون تقديم المجاملات هو الأسهل للقيام به على أساس يومي. بالنسبة للعقل، فإن تلقي المديح هو مكافأة اجتماعية بقدر تلقي مكافأة مالية. خامساً، تذكر أن تعتني بنفسك. تعد صحة العقلية وتناول الطعام الصحي أمراً ضرورياً للشعور بالرضا والنضوح بالموجات الجيدة. سادساً، احتفظ بقائمة الامتنان اليومية. من خلال تدوين ما أنت ممتن له، فإنك تسمح لنفسك برؤية معنى الأحداث التي تدور حولك، ويمنحك الوقت لخلق معنى في حياتك الخاصة. المزيد من المعنى يعني المزيد من السعادة، والمزيد من السعادة بشكل عام أجواء أكثر إيجابية. سابعاً، غني لنفسك أغنية. إن غناء أو دندنة أغنية جيدة يضعك في مزاج جيد. إنها عملية حسابية بسيطة. ثامناً، قل مرحباً للغرباء. قد يكون إلقاء التحية على الغرباء أمراً محرجاً في البداية، ولكن يمكن أيضاً أن يمنحك شعوراً بالرضا عندما يتم تلقيه بشكل جيد. حتى أصغر الإيماءات للتواصل مع الغرباء يمكن أن تخلق شعوراً بالانتماء للمجتمع، وهذا مفيد لصحة الإنسان. تاسعاً، أعطي الجميع نفس المستوى من الاحترام. لا ينبغي أن تقتصر المشاعر الجيدة على الأشخاص المقربين منك فقط. تدرب على أن تكون إيجابياً مع كل شخص من حولك، من المشردين في الشارع إلى الخصوم في العمل إلى أمين الصندوق في محل البقالة المحلي. حاول أن تمنح الجميع أفضل طاقاتك. عاشراً، دع نفسك تفكر بشكل سلبي عندما تحتاج إلى ذلك. نحن جميعاً بشر، وجزء من كوننا بشر أننا لا يمكن أن نكون إيجابيين طوال الوقت. يمكن التحكم في عواطفنا، ولكن غالباً ما تتنوع بشكل كبير كآلية للتكيف بناء على تجارب حياتنا. إذا بدأت في الوقوع في أفكار سلبية صريحة، فهذا أمر طبيعي لأي شخص يتطلع إلى دفع نفسه للنمو. دع الأفكار السلبية تأتي ثم اسمح لها بالرحيل.
11- مشاهدة مقاطع فيديو إيجابية. لمقاطع الفيديو الإيجابية ومقاطع الفيديو التحفيزية بشكل أكثر تحديداً تأثير عميق على حالتك العاطفية والتي بدورها تبرز شعورك العام. في المرة القادمة التي تكون فيها على نتفليكس أو يوتيوب تبحث عن شيء لمشاهدته، حاول العثور على شيء تحفيزي للارتقاء بنفسك. اكتشف أيضاً عبر أوديولابي ولا تنسى الإعجاب والاشتراك. إلى اللقاء.